إذن من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله، بيخبط على الباب فينفتح له الله. وفيه ناس يصلون بكرامة الله أولا إلى طاعة الله ثانيا. أنت مثلا أنت بشره ولله المثل الأعلى، واحد يطرق بابك عايز ياكل لقمة ولا حسنة ولا بتاع، أهو ده طرق فأخذ. وواحد أنت تقول له والله لازم تيجي تشرب عندها وتشد فيه وتتحيي الله. إذا منهم من يصل بكرامة الله إلى طاعة الله، ومنهم من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله. فلما يحصل قرب يبقى العبد قريب والله قريب. المعية دي بقى تديله الفيوضات الكبيرة بقى. المعية لمين؟ لله. يبقى رب ما هو الحق سبحانه وتعالى المتنبي لما جه يمدح واحد من البشر قال له أنت الحبيب، يعني أنا بحبك، ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوبي. لما يكون أنت بتحب واحد وما انتش وهو وانت مش محبوب عنده تبقى بلوى ولا لا؟ فلكن ربنا مش كده، ما بيعملش الناس كده. هتحبه يحب، تقرب منه يقرب اكتر، تبقى دي اسمها المصافحه.